أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعاً في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع درسنا لهذا اليوم الزوايا وقياساتها، الجزء الأول، إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان: أولاً، رسم زاوية في وضع قياسي، وثانيا إيجاد الزوايا المشتركة في ضلع الانتهاء. نبدأ معكم الآن الفكرة الأولى في درسنا لهذا اليوم، وهي الزاوية في وضع قياسي. تكون الزاوية المرسومة في المستوى الإحداثي في وضع قياسي إذا كان رأسها نقطة الأصل وإحدى ضلعيها منطبق على الجزء الموجب من المحور X. نسمي الضلع المنطبق على الجزء الموجب من المحور X هو ضلع الابتداء، ونسمي الضلع الذي يقوم بعملية الدوران حول نقطة الأصل بضلع الانتهاء. قياسات الزوايا: لدي نوعان من قياسات الزوايا. أولا، يكون قياس الزاوية موجبا إذا دار ضلع الانتهاء عكس عقارب الساعة. نلاحظ هنا الزاوية تكونت من دوران عكس عقارب الساعة، وتكون الزاوية سالبة إذا دار ضلع الانتهاء في اتجاه، ونلاحظ هنا أن الدوران تم في اتجاه عقارب الساعة. المثال الأول: أرسم كل من الزاويتين المعطى قياسها فيما يأتي في الوضع القياسي. الفقرة الأولى 75 درجة. نلاحظ الآن أن هذه الزاوية موجبة، إذن الدوران راح يكون عكس اتجاه عقارب الساعة. إذن أولا نرسم الإحداثي X والإحداثي Y، ونعين ضلع الابتداء، ويكون ضلع الابتداء هو الضلع المنطبق على الجزء الموجب من المحور X. الآن نحدد زاوية بمقدار 75 درجة ونرسم فيها ضلع الانتهاء، ويكون هنا رسمنا زاوية بمقدار 75 درجة. الفقرة الثانية: زاوية وهي سالب 110. الملاحظ هنا في هذه الزاوية أنها زاوية سالبة، إذن الدوران راح يكون هنا في اتجاه عقارب الساعة. الآن نرسم الإحداثي X والإحداثي Y. ضلع الابتداء راح يكون هو منطبق على الجزء الموجب من المحور X، وزي ما قلنا هنا أن هذه الزاوية سالبة، إذن الدوران راح يكون مع عقارب الساعة. نحدد الآن الزاوية وهي سالب 110 ونرسم ضلع الانتهاء، ونلاحظ أيضا أن هذا الدوران تم في اتجاه عقارب الساعة. تدريب: ارسم كل من الزاويتين المعطى قياسها فيما يأتي في الوضع القياسي. الفقرة الأولى 240 درجة. لاحظ الآن عند رسم زاوية بمقدار 240 درجة، بداية راح نحدد المستوى الإحداثي اللي هو محور X ومحور Y. ضلع الابتداء راح يكون هو الجزء المنطبق على المحور X الموجب. الزاوية 240 درجة هي عبارة عن 180 زائد 60، إذن راح نكمل الآن نصف دائرة، إذا نوصل إلى هنا وكملنا 180. الآن نرسم زاوية أخرى مقدارها 60 درجة لكي يكون المجموع الكلي لهذه الزاوية ب 240 درجة. الفقرة ب سالب 55. لاحظ أن هذه الزاوية سالبة، إذن الدوران لها راح يكون مع اتجاه عقارب الساعة. إذن أولا راح نرسم الإحداثي X و Y أي المستوى الإحداثي. ثانيا راح نرسم ضلع الابتداء، وضلع الابتداء يكون على الجزء الموجب من المحور X. الآن كما أسلفنا أن هذه الزاوية سالبة، إذن الدوران يجب أن يكون مع عقارب الساعة، ونحدد الآن الزاوية سالب 55 على هذه المنقلة، وبكذا يكون رسمنا الآن هذه الزاوية المطلوبة. يمكن لضلع الانتهاء لزاوية أن يدور أكثر من دورة،
طب كيف راح يدور أكثر من دورة؟ لاحظ في هذا المثال، ارسم الزاوية التي قياسها 480 درجة في وضع قياسي. طيب 480 درجة هي عبارة عن دورة كاملة، أي 360، بعدها راح نرسم زاوية بمقدار 120 درجة. إذن لاحظ الآن، رسمنا المستوى الإحداثي اللي هو الإكس والواي. ضلع الابتداء هو على الجزء الموجب المنطبق على المحور إكس. أول خطوة 360 درجة، أي أخذنا دورة كاملة، بعدها راح نرسم زاوية بمقدار 120 درجة، ويكون كذا رسمنا زاوية بمقدار 120 درجة بعد ما أخذنا لفة كاملة أو دورة كاملة 360، والمجموع الكلي ب 480 درجة. مثال، أرسم زاوية قياسها 540 درجة في الوضع القياسي. 540 درجة، إذن هي راح تاخذ دورة كاملة 360 درجة، ويبقى عندنا 180 درجة. نوضحها الآن على الرسم. نرسم المستوى الإحداثي. الآن ضلع الابتداء راح يكون منطبق على الجزء الموجب من المحور X. راح ناخذ الآن دورة كاملة 360، ثم نرسم زاوية بمقدار 180 درجة، ويكون كذا رسمنا الآن زاوية بمقدار 540 درجة. تدريب، ارسم زاوية قياسها 600 درجة في الوضع القياسي. زاوية مقدارها 600 درجة، أي دورة كاملة 360، بعدها نجمع 240. طب 240 هي عبارة عن جمع زاويتين، وهي 180 زائدا 60. إذا الآن نروح نمثلها على المستوى الإحداثي. أولا نرسم المستوى الإحداثي ونحدد ضلع الابتداء، وهو الضلع المنطبق على الجزء الموجب من المحور X. 360، أي نأخذ دورة كاملة، بعدها 180 حننتهي إلى هنا، ومن هذا الضلع راح نرسم زاوية المتبقية، وهي زاوية بمقدار 60 درجة، ويكون كذا رسمنا زاوية قياسها 600 درجة. الفقرة الثانية في درسنا لهذا اليوم تتكلم عن الزوايا المشتركة في ضلع الانتهاء عند رسم زاويتين أو أكثر في الوضع القياسي، فإنها قد تشترك في ضلع الانتهاء، ويمكن إيجاد زاوية مشتركة في ضلع الانتهاء مع زاوية أخرى من خلال عمليتين، وهي الجمع أو الطرح لمضاعفات 360. نأخذ الآن مثال يوضح معنى الزوايا المشتركة في ضلع الانتهاء. المثال هنا الزاوية التي قياسها 60 درجة، نريد زاوية بقياس موجب، وأيضا نريد زاوية بقياس سالب. أولا راح نوجد زاوية بقياس موجب، ونقول 60 درجة زائد 360 وتساوي 420 درجة. والزاوية بقياس سالب راح نقول 60 درجة ناقص 360 درجة وتساوي سالب 300. مثال، في كل مما يأتي أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والآخر بقياس سالب مشتركتين في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطى. الفقرة الأولى وهي زاوية ب 120 درجة. لإيجاد زاويتين مشتركة، إذا راح نوجد أولا زاوية بمقياس موجب، والزاوية لما تكون بقياس موجب إذا راح نقول 120 زائدا 360 وتساوي 480 درجة. وإذا أوجدنا زاوية بقياس سالب راح نقول 120 ناقص 360 درجة وتساوي بسالب 240. الفقرة الثانية ب سالب 220، أيضا نريد هنا زاويتين إحداهما موجب والآخر سالب. إذا نبدأ الآن ونحدد زاوية بقياس موجب. إذا سالب 220 درجة زائد 360 درجة وراح تساوي 140 درجة. وإذا أردنا زاوية
بقياس سالب. إذن سالب 220 درجة ناقص 360 درجة وتساوي سالب 580 درجة. تدريب: في كل مما يأتي أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والآخر بقياس سالب مشتركتين في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطى. الفقرة الأولى 25 درجة. إذا نريد بداية إيجاد زاوية بقياس موجب، إذا راح نقول 520 زائد 360 وتساوي 385. وإذا أردنا زاوية بقياس سالب، إذا 25 ناقص 360 درجة وتساوي سالب 335. تدريب: في كل مما يأتي أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والآخر بقياس سالب مشتركتين في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطى، والزاوية هي سالب 50 درجة. إذا أولا رح نوجد زاوية بقياس موجب وهي سالب 50 درجة زائد 360 وتساوي 310 درجات. وإذا أردنا زاوية بقياس سالب، إذا سالب 50 درجة مع سالب 360 وتساوي سالب 410. تقويم: مثال اختياري. الزاوية الموجهة في وضع قياسي يكون ضلعها الابتدائي على A محور X الموجب، B محور X السالب، C محور Y الموجب، أو D محور Y السالب. دائما ضلع الابتداء يكون على الضلع المنطبق على الجزء الموجب من المحور X. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار A. تقويم: مثال اختياري. القياس الموجب للزاوية المشتركة في ضلع النهائي مع الزاوية سالب 200 درجة تساوي 200 160 120 أو 20. أراد في السؤال هنا زاوية بقياس موجب، إذا سالب 200 زائدا 360 درجة وتساوي 160 درجة. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار B. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم الزاوية في وضع قياسي. تكون الزاوية المرسومة في وضع قياسي إذا كان رأسها على نقطة الأصل وإحدى ضلعيها منطبق على الجزء الموجب من المحور X. نسمي الضلع المنطبق على الجزء الموجب من محور X هو ضلع الابتداء، ونسمي الضلع الذي يقوم بعملية دوران حول نقطة الأصل هو ضلع الانتهاء. وتعلمنا أيضا في درسنا لهذا اليوم قياسات الزوايا، ولدي في قياسات الزوايا نوعان، إما زاوية موجبة أو سالبة. الموجبة إذا دار ضلع الانتهاء عكس اتجاه عقارب الساعة. نلاحظ هنا تكونت هذه الزاوية بدوران عكس اتجاه عقارب الساعة. وتكون الزاوية سالبة إذا دار ضلع الانتهاء في اتجاه عقارب الساعة. نلاحظ هنا الآن أن هذه الزاوية تكونت من دوران في اتجاه عقارب الساعة. وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.